الاكتظاظ السكاني والفقر المدقع مشهد يختصر واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان. وإن ارتفعت في الأزقة الضيقة زينة عيد الفطر وملامح فرح لم يكتمل بعدما أبلغ كل فلسطيني نازح من سوريا تعليق صرف $100 أمريكي وهو بدل الإيواء الذي تدفعه الأنروا. في منزل من غرفتين تعيش عائلة أبو أسامة المكونة من 8 أفراد حيث تدفع بدل إيجار يبلغ $300 أمريكي. إحنا ما عم نفكر بعيد أصلا، إحنا ما والله صدقا ناسين إنه في عيد، لسه عم نفكر إنه الأنروا مستحيل تقطع عننا. تفاجأنا لما إجا هلأ 17 الشهر وبقيت الأنروا على حالها وبقي الوضع إنه القطع للمأوى. عيد مؤلم جدا ويا ريته ما اجى، حياتنا صعبه بشكل غريب، ما في مصاري نهائيا، يعني وصلنا لحد التسول. هذه الاجراءات جعلت اكثر من 43,000 نازح فلسطيني من سوريا يواجهون مصيرا مجهولا حسب ما يقولون، ليبقى خيار الهجره ولو بطرق غير شرعيه خيار قد يلجأ اليه البعض. احنا شعب فلسطين صار مهاجر لاوروبا 37,000 كلهم عن طريق البحر ولجوء غير شرعي، احنا بدنا هجرة شرعية، ما بدنا هجرة غير شرعية، الهجرة غير الشرعية مكلفة كمان، بدها $6,000 لكل فرد $6,000. تقليص خدمات الأنروا للنازحين الفلسطينيين السوريين قد يضع المخيمات الفلسطينية أمام خطر انفجار اقتصادي واجتماعي، وسيضع الفلسطينيين النازحين من اليرموك أمام نزوح من نوع آخر. النازحون الفلسطينيون عبروا عن استيائهم من هذه الإجراءات بالاعتصام أمام مقر الأنروا التي قالت إنها تحرص على تغطية كافة الخدمات العامة من علاج وتعليم. وتكشف الأرقام التي قدمتها أن متطلبات الإغاثة للعام الحالي تبلغ حوالي $65 مليون، لم يتوفر منها إلا النصف. إذا ما في أي تمويل جديد من هون لكمان شهرين يمكن نضطر ناخذ قرارات حتى أكثر صعبة. كمان إنه مناشرة الدول المانحة عم نقول لهم شوفوا في بعد شهرين هاي رح تتعلق هالمساعدة وعليها تداعيات ترتيبات كتير كبيرة، منها إنه في عالم اللي ما رح تقدر تدفع تكون لها مأوى، منها إنه رح يكون في تسرب من المدارس، في ناس رح تضطر إنها تاخذ مخاطر لهجرة غير شرعية. يقول المسؤولون في الأنروا إن الحل العادل هو ما يحتاج إليه الفلسطينيون أكثر من أي مساعدات مادية أو إنسانية. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.